الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا من جديد، والسلام عليكم. السلام عليكم، النادي الاهلي جامد عليكم. خلي بالكم يا جماعه، انا بخاف اقفل التلفزيون افتحه الاقي في بطوله دخلت النادي. ما شاء الله تاتش وود، موسم عبقري، موسم تاريخي للنادي الاهلي. ولو اتكلمنا عن اكتر اللعبات الحقيقه حققت موسم تاريخي، هي فولي بول او الكره الطائره، رجال وسيدات. الحقيقه السيدات خلاص خدوا الرباعيه، الموسم انتهى امبارح. الرجال عملوا موسم تاريخي، الدوري طبعا حسموه الحمد لله بدون ولا هزيمه، ايضا بطوله افريقيا بدون ولا هزيمه، انجاز كبير جدا. والانجاز ده ما جاش من مره واحده، الانجاز ده جه نتيجه بناء سنه ورا سنه ولعيبه ورا لعيبه وتعب لا ينقطع. طبعا النهارده الحقيقه بتبقى احسن لحظات لما بنقعد مع الابطال والنجوم ونفتكر معاهم لحظات التعب ولحظات الالم ولحظات الاخفاق ولحظات النجاح. كل الدنيا بقى بتختلط مع بعض في لحظه زي دي. الاول لازم ارحب بنجومي ابطال افريقيا وابطال مصر، انا ما بقولش كلام، ده حقيقه، احنا معانا كؤوس والدنيا يعني واقع. طبعا معايا عريس الليله كلها، عريس الحفله، المخطط والمدبر والمحبوب قبل كل ده من كل الناس، محبوب من فرقته ومحبوب من كل صغير وكبير جوه النادي الاهلي. معايا الكابتن محمد مصالح ليدو، المدير الفني للكره الطائره الفريق الاول. رجال، اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن، نورنا. والف مليون 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 مبروك. الله يخليك، انا شاكر لحضرتك جدا، وانا عارف ان انت عملت مجهود كبير جدا خلال الفتره اللي فاتت في البطوله وخلال الدوري، ونقلت ماتشات، والحمد لله كان مجهود تشكر عليه يعني، وقناه الاهلي كلها تشكر عليه. اكيد طبعا، وده دورنا احنا كقناه الاهلي، وان شاء الله هنفضل دائما ابدا داعمين لحضرتك ان شاء الله. معايا رجل كان ليه دور كبير جدا، راجل الجندي المجهول، يمكن دوره مش قدام الشاشات، هو دوره بس في الشاشه في حاله واحده ولاعيب وقع في الملعب، غير كده بيظهر بعد كده بيختفي، بيختفي بس ما بينامش، بيحمي نفسه من كل حاجه، بيفضل مرافق للعيب اكتر من نفسه عشان يوصل بيه لبر الامان. معايا دكتور هيثم عاطف، طبيب الفريق. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا يا كابتن، بذلت مجهود كبير، والف مليون مبروك على الله يبارك في حضرتك. متشكر جدا، ربنا يخليك. الحمد لله. معانا رجل قبل ما يكون لاعب الحقيقه، يعني كل اللي شاهد وكل اللي شاف وكل اتعامل معاه ادب واخلاق قبل اللعب، وتميز كبير جدا في اللعب، واتحمل على نفسه، كان ركبته بتورم اثناء اللعب وكان بيلعب وما كانش بيحسس الجهاز الفني بحاجه، اتحمل على نفسه ورجع الملعب بدري عشان الانجاز ده. معايا ومعاكم محمد عبد المنعم، لاعب الفريق. اهلا بيك يا محمد. ربنا يخليك يا كابتن عايز، والف مليون مبروك. الله يبارك فيك. وقبل كل ده الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، ربنا يخليك. معانا يعني فاكهه الفرقه بقى الحقيقه، انت عارف كده في بلد احنا بنحب نسافرها دايما، بنحبها قوي كده، تلاقي الناس كلها العيال الصغير من دول يقول لك انا نفسي اروح تونس، يا عم هو كده انا عايز اروح تونس، طب هتشوف ايه في تونس ما اعرفش. معايا ومعاكم كابتن شكري الجويني، اللاعب المحترف بصفوف النادي الاهلي. اهلا بيك يا شكري. اهلا بيك. يعيشك. حتى تونسي كده بقى شكري عشان نفوق. بارك الله عليك. احكي بتونسي ان شاء الله. ايوه كده، عايزك تحكي معايا تونسي. نحكي معاك تونسي. ربنا يبارك لك يا رب. يعني اجي لك يا كابتن ميدو، موسم طويل. ابتدى بالصيف، ابتدى بفرقه ما اكتملتش، لعيبه منتخب مصر مع منتخب مصر، لعيبه منتخب تونس مع منتخب تونس. اتغلبت على ده ازاي؟ يعني اديني اختصار لغايه ما رفعت كاس افريقيا يا كابتن. طيب باختصار كده، بدينا الموسم يوم 2/7 بالظبط، بعد ما اتكلفت بمهمه التدريب. يمكن الفرقه كانت موجوده معانا، المنتخب وكل حاجه، قدرت اجمعهم مع الدكتور حسن، قدرنا نحط ملامح الموسم. انا كنت مصمم على 3 بطولات بس العبها، اللي هي دوري وكاس وافريقيا. البطوله العربيه كانت في شهر 2. كتير قوي من الناس قالوا لي ليه ما دخلتش البطوله العربيه؟ ما ينفعش ابدا ان انا ابقى في شهر 2 و3 و4 اشارك باربع بطولات، دي صعبه جدا على الريت. فانا صممت على 3 بطولات اخدهم، يعني منافسه عليهم. فصممت مع الدكتور حسن برنامج ان احنا هنمشي عليه لغايه لما نعرف ملامح الماتشات هتمشي ازاي. الحمد لله يعني توفقت في شكري ان انا جبته، وتوفقنا طبعا في رجوع كابتن فريق عبد الله عبد السلام اللي كان ليه دور كبير جدا طبعا مع كل المجموعه ان احنا نوصل للمرحله اللي احنا فيها دي دلوقتي. قدرنا الحمد لله ان انا والدكتور حسن نعمل خطط بتاعتنا. لعبت الدوري، لعبنا الاول خالص لعبت المنتخب، راحت المنتخب، ودي كانت طبعا شويه انا كان يهمني قوي ان احنا نمشي كلنا مع بعض. برافو، صح. قلنا في شهر 2/11 بالظبط، يوم 2/11 ابتدينا كلنا مع بعض بقى صبح وبعد الظهر. يعني 2/7 ل 2/11 تقريبا ما اكتملتش. لا، شهر ونص كده ولا حاجه، المنتخب راح 5-6 اسابيع وبعدين رجعوا لي تاني. يوم 2/11 بالظبط
الحمد لله الفرقه اكتملت، ابتدينا بقى تمرينات صبح وبعد الظهر. ما اقولكش يمكن في خلال حديثي مع عبد اللطيف قال لي احنا اتمرنا السنه دي كتير جدا يا كابتن ميدو، مش كده يعني. وعايز اقول لك مفاجاه كمان، ان انا يعني يوم من يوم 5/3 الفرقه دي لغايه 5/4 مفيش يوم اجازه خدوه لغايه دلوقتي. فانا يعني فالحمد لله يهز راسه بيلعب بيقول لك ايوه حصل فالحمد لله يعني الولاد، انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على المجموعه الرهيبه دي، انا رهنت عليهم صحيح. رهنت على اللعيبه الحمد لله بدون شك، ومجلس الاداره كان ليه دعم كبير جدا عشان نكون مجلس اداره هم النادي الاهلي والله العظيم والله بدون يعني صح. هم الاثنين كانوا تدعيم رهيب لمحمد مصلحي، وعايز اقول لك ان كابتن رؤوف يعني والكابتن محمد الغزاوي عملت معهم سلسله اجتماعات والله يعني اللهم صل على النبي، كانوا دعم رهيب لمحمد مصلحي يعني ما شاء الله. وبعد كده نبقى نكمل البطولات يعني. والحمد لله ربنا كرمك بشكل كبير يا كابتن، وبرغم ان كان في صعوبات في النص يعني اهم حاجه الصعوبات يعني هي الاصابات. الاصابات يعني اصابات مش شد ولا حاجه، لا كان كلها ركب وانكل وحاجات كده، كنا على وعد في بطوله افريقيا بالصليب سبحان الله. بس ده الحمد لله رضا الحمد لله، وان شاء الله قد بيرجع احسن من الاول نصيب يعني. يمكن اجي لك كمان عن موضوع الاصابات، انت افتتحتها السنه اللي فاتت ما شاء الله، ويمكن قبليها كمان، بس احنا تابعنا معاك وشفنا قد ايه انت اتالمت وقد ايه انت جيت على نفسك يعني ما شاء الله عليك. انت عليك يعني ليك مكانه كبيره جدا جدا عند جمهور النادي الاهلي. ربنا يخليك. والله موضوع الاصابات يعني بحاجه بتاعت ايد ربنا يعني مش بايدينا حاجه. المهم نتغلب عليها ونتحداها ونقدر واحده واحده نرجع. طبعا بشكر ناس كتير وقفت معايا، طبعا مجلس اداره الموجود السنه اللي فاتت والسنه دي، وطبعا الجهاز كله، دكتور هيثم وقف جنبي، وفي ناس كتير وقفت جنبي انا بشكرها جدا. واهم حاجه في تحدي بينك وبين الاصابه عشان تقدر ترجع احسن من الاول. ما حصلش كده لحظه قلت لا واحسن اول ما اصبت في الاوضه قلت شكلها كده خلاص وبتاع، وفي ناس قالت لي لا ما اعرفش ايه، لا واحده واحده وتحديت، وكنت نفسي ابقى مستواي احسن من كده. لا بس اقول لك على حاجه ما شاء الله والله، يعني انا اكلمك بامانه ربنا يحميك، انت راجع بدنيا شكلك احسن من قبل ما تتصاب والله، يعني انا شايفك داخل عليه ما شاء الله. ما بقولكش الكلام ده، احنا راضيين وعارفين لما نخش علينا لعيب يقول ده فورمه بامانه كابتن. طب ممكن اتدخل في الموضوع ده؟ اتفضل. يعني هو دلوقتي سافر المانيا، هو لعلمك لسه ركبته فيها زي كيس دهني كده ولا حاجه بيورم. المهم يعني قال لي الدكتور قال لي 50% 50%، انا قلت له في التليفون انا مش خلاص انا مش هعمل حسابك، انا يهمني سلامتك قبل اي حاجه. برافوك. قال لي لا انا هشارك يعني هشارك في البطوله. وجالنا من المانيا على بولندا على المعسكر على طول. الولد يعني بمنتهى الامانه انا بشكره جدا، اتحمل على نفسه، وحتى جيت في بعد ما شكري اتصاب وعبد العالي اتصاب وقطب اتصاب قلت له شكلي كده هتقل عليك في قبل النهايه والنهايه. هسند عليك شويه وحصل. لا وعلى فكره بعد اصابه قطب ونزل لعبت في مركز 2 تقريبا مركز 2 وقفلت كابتن ميدو ما كانش راضي ينزلني لان انا حاسس بيه، انا حاسس ان هو يعني قطب جاله يعني وقع وهو وقع في نفس الحته. فقلت لعبد الله بعد ما قلت له سخن نفس المكان قلت لعبد اللطيف اسخن انت عشان ايه تنزل مكان، هو راح قال لي لا انا هنزل ونزل واجاده والجيم خلص يعني والحمد لله. انا بقول لك انت ليك معزه كبيره جدا عند جمهور النادي الاهلي، بقول لك وخلي بالك المكسب بيجي من هنا يعني، يمكن ربنا سبحانه وتعالى كرمنا كلنا عشان خاطرك ما تعرفش، لان انت ضحيت ودوست على نفسك وربنا كرمك. اكيد تعب كتير مش ليا انا بس، وزمايلي والجهاز وكابتن ميدو يعني ما بيغيبش، والجهاز والمدربين ودكتور هيثم بيقعد معانا بالساعات والله. احنا يعني انا عارف مجامله لدكتور هيثم يعني بجد، احنا بنقرفه يعني بالبلدي كده احنا بنقرفه، بنطلع عينيه ما بينامش تقريبا يعني. طبعا اكيد. فالحمد لله اكيد كل ده يعني ربنا مجهود بنعمله كلنا، وربنا بيديهولنا ان شاء الله بمكسب. يعني يمكن انت اكتر واحد لما قطب وقع يعني اتخطفت، لانه انت ممر السنه يمكن على اصابتك وفي نفس المكان وفي نفس المركز وبنفس الطريقه تقريبا، حسيت بايه؟ والله انا شفت رجليه هي يعني خانته تقريبا، شفتها بتروح وتيجي كده، فانا وقفت يعني. بس اهم حاجه رحت له عشان اتكلم معاه عشان اشوف الالم نفس الالم اللي كان عندي وبتاع، حسيت اللي هو اقل شويه، بس هي على حسب النزله او حسب القوه النزول على الركبه عامله ازاي. ان شاء الله تبقى ابسط مني ان شاء الله، ويرجع لنا باذن الله سالم غانم باذن الله احسن من الاول. طب قول لي يعني لما ابتدينا الموسم انت كلاعب ولاعيب كبير ونجم في الفريق، كنت تتوقع ان احنا نحقق الانجاز ده يعني ناخد دوري بالمنظر ده وناخد الحمد لله بطوله افريقيا وباذن الله باذن الله ان شاء الله كاس، يعني كنت حاسس بده ولا كنت حاسس ان ده صعب؟ الاهلي منافسه، لازم ندوس على نفسنا، لازم نرجع، يعني حسيت الطريق سهل ولا لا محتاج شغل؟
والله بتبان في الماتشات والفرق والمجاميع بالنتائج بتبان. كل فرقه لما بتاخد منها شوط او بتكسب 3-0 وبتاع ده بيبقى حافز ليها اللي قدامه، وبيبان الفرق القويه. صح. كل الناس بتسمع بسم الله ما شاء الله. احنا ما كانش عندنا اي مشاكل في فرقتنا الحمد لله، وكلها كانت بسم الله ما شاء الله الله اكبر يعني في مستوى كويس جدا، وكسبنا 3 ارباع يعني 90% او 95% في الماتشات بتاعه 3-0. فطبعا كان ناتج ما فيش الا كان ماتشين الزمالك بس الماتش الاولاني تعقرب بس شويه، والحمد لله بخبره اللعيبه قدرنا نخلصه. والماتش الثاني كل الفرق الحمد لله كانت بالنسبه لنا المستوى باين مع الماتشات. بالظبط باين ان احنا الحمد لله رافعين على رجلينا قادرين. فرق المستوى بقى ماتش بعد الثاني بتحس بثقه، الفرقه بتاخد بقى الثقه بتاعتها. كلام حضرتك صح بالظبط. ونفس الكلام في افريقيا بيتهيألي ده حصل. طبعا حسينا ان احنا اعلى وشفنا الفرقه الثانيه، وكمان الفرقه التونسيه ما جاتش. والله يعني حتى انا كنت بتكلم على الفرقه التونسيه ما جاتش، هي عارفه طبعا لو دخلت صاله نادي الاهلي ومع لعيبه نادي الاهلي، وطبعا شكري يتكلم علينا في الموضوع ده عشان احنا كسبناهم، فمعلش يا شكري. في ارضهم السنه اللي فاتت في الافتتاح البطوله. يا جماعه الناس اللي عارفين هو قادم اعاره سنه للنادي الاهلي طبعا، وهو نور النادي الاهلي يعني الحقيقه من اللعيبه يعني لكل الناس حبتها فورا يعني جوه النادي الاهلي. هو لعيب كويس جدا بسم الله ما شاء الله عليه، لعيب بولي بول الناس اللي يعني ليها في البولي قوي تفهم ان غلطاته قليله في الملعب، مفيد جدا. قلنا الكلام ده في الاستوديو، قلنا ما تحسش بيه والله العظيم في الملعب تلاقيه لو شلته من الفريق لعيب محوري، لعيب محوري بيتقال عليه لعيب محوري، فبيعمل كل حاجه صح، وبنسبه يعني الليفل بتاعه بيبقى كويس جدا في الماتشات. طيب. يعني طب استاذنك كمان عم احنا معانا تليفون بس من خارج البلاد، معانا طبعا الاستاذ محمد الجرحي نائب او رئيس اللجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا وعضو مجلس اداره النادي الاهلي، والحقيقه اللي بذل من دور كبير وكان له دور كبير جدا في نجاح التنظيم. اهلا بيك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا ازيك كابتن، عامل ايه اخبارك؟ وتحياتي كل عام. معلش انا مش قدام التلفزيون بقى. لا ما احنا احنا عارفين ان حضرتك في المانيا، ويمكن التليفون ده تاخر كثيرا. احنا طبعا كان في لقاءات باستمرار مع حضرتك من ارض الملعب، ولكن بنبارك لحضرتك كل شيء، ونبارك لحضرتك التنظيم، وبنبارك لحضرتك على كل المجهود اللي حضرتك بذلته مع زملاء حضرتك. الحمد لله يعني ربنا الحمد لله كرمنا بالبطوله الحمد لله، وده طبعا مجهود اللاعبين ومجهود الجهاز الفني، ويعني هم كانوا واخدين الموضوع على عاتقهم من البدايه للنهايه، وطبعا كابتن ايدو يعني كابتن ايدو معاك في الاستوديو. معايا وبيسلم على حضرتك. تحياتي ليه وتحياتي لكل الناس اللي موجوده. يعني كان في اصرار على حصد اللقب من اول دقيقه لحد اخر دقيقه. يعني انا مش عايز اقول لك يعني احنا يمكن باصين في الملعب وعمالين بتشوف اللحظات، يعني لو شفت اللحظه اللي اتصاب فيها قط شوف رياكشنات كابتن ايدو في الملعب، لا النادي الاهلي غير. صحيح. الحمد لله يعني فيما يتعلق بالتنظيم الحمد لله ربنا كرمنا، وبالاتحاد الافريقي اشياء بالتنظيم سواء بطوله السيدات او الرجال، الحمد لله جالنا جوابات شكر من كل الانديه والاتحاد، فالحمد لله يعني. طب يا استاذ محمد برضو عايزين نعرف يعني اخبار المكافآت ايه والدنيا مع اللعيبه، يعني الامور ماشيه تمام، ويعني المجلس اكيد مش هيتاخر على حاجه زي كده انا عارف. طبعا فهل هيكون الاخير على اللعيبه؟ طبعا ان شاء الله مع اول طبعا مع فتره المجلس اكيد طبعا مش هيبقى في تاخير على اللعيبه، والمجلس طول عمره يعني داعم في ظهر اللعيبه، وان شاء الله مش هيأثر في حاجه زي كده. طب قول لي حضرتك يعني ان شاء الله حضرتك هتعود هتلحق بطوله افريقيا بطوله السوبر الاول يوم الخميس، حضرتك هتلحقها؟ طبعا هتبقى موجود ان شاء الله في ارض الملعب. احنا عندنا باقي البطولات اللي المجلس كلفنا بيها، عندنا هاند بول، عندنا ماتش السوبر يوم الخميس، وعندنا افتتاح البطوله يوم الجمعه ان شاء الله. حضرتك هتكون متواجد يا استاذ محمد؟ يعني حضرتك هتكون رجعت من المانيا ان شاء الله؟ راجع الاربعاء متواجد يوم الخميس، وهبقى متواجد يوم الجمعه. طب هسال حضرتك سؤال. عندنا كمان عندنا اجتماع للجنه المنظمه يوم الاربعاء بالليل. تمام، يعني حضرتك هتبقى موجود كمان من يوم الاربعاء باذن الله. باذن الله ترجع بالسلامه ان شاء الله. طب قول لي يا استاذ محمد يعني بامانه كده، نفس حضرتك ما اتفتحتش على تنظيم بطولات كمان؟ يعني بصراحه كده ما نفسناش ناخد بطوله كمان واثنين وثلاثه؟ خلاص احنا بقينا تخصص بطولات. احنا لازم نفضل، انا بقول لهم لازم تشوفوا لنا بطوله، احنا يوم 23 ساعه عندنا مشكلة، الجو اللي في البطولة بتشارك ناس كتيرة سواء من إدارات النادي أو من شباب النادي، فعاملة حالة وعاملة جو حلو. صحيح صحيح. أتمنى إنها تستمر. نتمنى طبعا، وحضرتك ترجع بألف مليون سلامة لأرض الوطن. الأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ترجع بألف مليون سلامة يا أستاذ محمد،
وطبعا بنبارك لحضرتك حسن التنظيم، ونبارك لحضرتك واعضاء المجلس بالكامل على طبعا يعني الفوز قبل كمان التنظيم. الحقيقه حاجه تفرح. يعني يمكن اجي لك يا دكتور هيثم، انت كان عليك دور كبير، دور كبير يمكن ابتدى من السنه اللي فاتت، ابتدى طبعا باصابه منعم، وابتدى ايضا طول الموسم ان انت تجهز حتى المصابين وتجهز، وفي اصابات بتقابلنا صغيره اكيد اثناء الموسم، شد جزع الحاجات البسيطه دي. كلمني اتعاملت ازاي مع المواقف دي وانت عندك بس 14 لاعب، محتاج ان كل لاعب يبقى في فورمته. والله هو طبعا يعني الحمد لله، يعني رقم واحد ان اللعيبه اللي موجودين كلهم في الفرقه كلهم لعيبه رجاله. الله ينور عليك. فده بيسهل كتير جدا في التعامل. اه بالظبط. والحمد لله طول ما هي الاصابات مش اصابات خطيره، يعني قطع كامل او قطع جزئي، فالموضوع الحمد لله بفضل الله بيبقى الموضوع ابسط اسهل. يعني مع الشغل المكثف وخصوصا في الفترات الصعبه، يعني الحمد لله اللعيبه بتساعدني. اه شكلك بجد ما بتنامش خالص. اه الحمد لله. قول لي اثناء البطوله، يعني خلينا نتكلم في البطوله، اصابه احمد عبد العال عملت معاه ايه؟ يعني ايه اتعاملت معاه ازاي؟ هو جاله سبين انكل وخرج من الملعب، من ساعه ما وقع اتعاملت معاه ازاي؟ شخصت ازاي الموضوع؟ والله هو بالنسبه لاحمد كان حصل معاه في اول بونت تقريبا في الجيم، جاله سبرين كده او جزع في الكاحل، حصل يعني زي قطع جزئي خفيف درجه اولى في الرباط الخارجي. ده في نفس المباراه؟ اه في اول بونت. وما قالش؟ ما قالش. اه فشويه ابتديت الاحظ ان هو ابتدى يزك شويه، فاول تايم اوت، ايه يا احمد في ايه المشكله ايه اللي حصل؟ فقال لي ده مع اول بونت. طب ما قلتش؟ قال لي لا انا عايز اكمل. عايز اكمل. شوف الرجوله. اه طبعا اه طبعا تحمل على نفسه الفتره اللي هم السبعه ثمانيه بونت دول وهو مش قادر فعلا. صحيح. فطبعا اتكلمنا مع الكابتن ميدو، يعني يا ريت نخرج احمد لان هو في مشكله حصلت كذا كذا، ومن ساعه ما خرج واحنا الحمد لله ابتدينا نتعامل مع الاصابه. سواء في قطع يا دكتور؟ يعني قطع نتشل او درجه اولى، حاجه خفيفه يعني. اه بالظبط. طبعا كثفنا بقى في الفتره اللي هم 48 اول 48 ساعه كان فيهم راحه فيهم. اه الحمد لله كان فيهم راحه. كان فيهم راحه. اه واضطرينا برضو نريحه في يوم الماتش كمان. اه بالظبط. والحمد لله مع الجلسات المكثفه ومع هو اصراره برضه بصراحه، يعني الحمد لله الموضوع كان اسهل. طب منعم كنت بتعمل ايه معاه؟ يعني بيخلص المباراه ركبته تورم وعايز تجهزه لتاني يوم؟ ده لسه جاي من جلسه دلوقتي. منعم احنا لسه عاملين جلسه. انا شفته وانا بقول لك الجلسه عملتها بره. طب دلوقتي ممكن لا في النادي. النادي اه ممكن لو جبت الاجهزه هنا برضه عندنا اماكن مجهزه في القناه، كله مقالات رياضيين كل حاجه هتلاقيها. هو منعم برضه من اللعيبه الرجاله بصراحه ما شاء الله عليه يعني. آه. وطبعا هو يعني الموضوع بالنسبه لمنعم اللي هو يومي، لازم لازم نشوف الركبه يوميا. صحيح. ممكن قبل التمرين واساسي بعد التمرين. فالموضوع معاه برضو يعني ما شاء الله كان يعني لا منعم راجل. اه ما شاء الله. فده برضو بيسهل حاجات كتير جدا في الشغل مع الكمادات التلج مع التمارين الخفيفه. قبل الماتشات بقى في تقويات؟ اه طبعا لازم يبقى في ستيميوليشن للعضلات والاربطه بحيث ان هو يعني يقدر. كنت تروح قبل الماتش تروح الجيم يا منعم ولا كنت الصبح مثلا تمرين الصبح؟ لا انا الجيم مسموح لي بمره كل اربع ايام عشان ما اقدرش اتعب المفصل. اه برافو. وكنت واخد تعليمات من المانيا يعني بالشغل بتاعي، وكنت بنسق طبعا مع دكتور هيثم ودكتور حسن في الفتنس. التقويات بتعملها ازاي؟ اساتك؟ اساتك في اساتك في جيم. اساتك وبالانس. البالانس اه البالانس مهم جدا في الصليبي عشان يرجع لك تاني اتزان المفصل. طبعا طبعا. وال يعني اللي عمل صليبي او ما عملش صليبي ده يعني البالانس دي بقت حاجات المهمه جدا عشان ما فيش حد يصاب يعني. صح صح. دي من الحاجات الاساسيه دلوقتي العالم كله بقى بيشتغل عليها يعني. طب ازاي دكتور هيثم كنت ازاي يعني لما منعم يروح مثلا المانيا او حاجه ويرجع بتعليمات، كنت ازاي بتحصل عليها؟ بتعرف ايه؟ هل في ريبورت كان بيجي بتفولو الريبورت ده؟ يعني كنت بتعمل ايه لما يروح المانيا ويرجع لك؟ هو اساسا كان في اللي هو الشون كلينيك دي اللي احنا النادي متعاقد معاه. آه. كانوا بيجوا جولنا مرتين. فكان في بيننا وبين الستاف اللي كان مع منعم في المانيا كونتاكت كويس. اه بالظبط. بالميل بقى ولا كنت بتبعته لبعض؟ كانوا بيجوا لنا بيدونا سيكشنز كده ومحاضرات. آه. فكنا على طول بنبقى في ابديت بين الحاجات اللي هم بيعملوها الحاجات الجديده وبين الحاجات اللي احنا بنشتغل بيها هنا في مصر. فده سهل عليا برضو التعامل كتير قوي مع منعم يعني. يعني النادي الاهلي متعاقد مع كلينك معينه في المانيا. آه وفي تنسيق ما بينهم دائم ما بيننا وما بينهم ما بين الاجهزه الطبيه بتاعتنا وما بينهم بحيث ان احنا اي حاله بنبعتها لهم يبقى ازاي الفولو اب بالظبط بيتعمل بعد يعني. اه على اللونج ران ان هو بعد كده ما يبقاش في حالات صفر.
اوريدي يبقى الموضوع كفرد هنا في مصر يعني ان شاء الله. ان شاء الله. بس شاء انت الله. يا دكتور يعني ما شاء الله عليك. ربنا يخليك كابتن والله. طب انا ركبتي وجعاني يا دكتور. عيني كسر. انا جالي مزق وانا قاعد وانا بعمل الاستوديو التحليلي كان في كره اتشديت فيها بس جالي مزق بوري لك بعدين يا دكتور. ان شاء الله تحت امرك. شكرا. يعيشك. احكي لي بقى تونسي بقى سيبك من مصري وبتاع عايزين نحس بتونس. لا مش هيفهموني كتير. طب قول لي هبتدي معاك المشوار من الاول. اول ما جالك كده تليفون وقال لك النادي الاهلي عايزينك مين اللي كلمك؟ والله بصراحه الوكيل. الوكيل كلمك حضرتك اللي كلمت الوكيل يا كابتن ميدو؟ كلم الوكيل. وكيل كلمك قال لك النادي الاهلي عايزك. طب ساعتها لما قال لك كده قلت ايه؟ قلت انا يعني عندي عروض تانية اكيد انت مع نادي الترجي نادي كبير جدا ومحبوب كمان احنا بنحب نادي الترجي كمان كمصريين فصعب ان انت برضو تروح من نادي كبير نادي كبير كان الموضوع برضو هيبقى فيه تفكير فكرت ازاي؟ والله بصراحه ما فكرتش عشان انا ما انت اي واحد يتمنى مش يلعب في نادي الاهلي صحيح فاهم يعني كتشوف نادي الاهلي نلعب يعني لعبت ضده برشا مرات الفريق يعني تحس انه فريق كبير يعني داخل يعني تعمل له حسابه تمام فاهم فبصراحه ما مستحيل انك تتردد انك تمشي للنادي الاهلي ولا ما طب ازاي سويت الامور مع نادي الترجي يعني انت كلمت مع النادي اكيد نادي الترجي محتاجك كنت في برشا صعوبات طب كابتن ميدو عارف صعوبات انا عارف لانه انت كان برشا صعوبات انت لعيب كبير ولعيب منتخب فالترجي طبعا اكيد محتاج لك فاحنا كنا متوقعين ان هيبقى فيه حتى كابتن اقول لك على مفاجاه هو تنازل عن مبلغ للترجي بحيث ان هو يجي نادي الاهلي شكرا انا عارف ان لازم انت تضحي بحاجه وخلي بالك كابتن ميدو كان مخبي على اسمك طول الفتره يعني ما قالش انا بفاوض مين خالص يعني حاولنا ناخد منه المعلومه ما كانش بيقول لانه كان عايز يحافظ عليك ما كانش عايز اي معلومه تطلع هنا او هنا يخسرها بس انت اشتريت النادي الاهلي يعني الحقيقه لازم الناس تبقى عارف انت حتى كابتن ميدو بيقول انت سبت مبلغ للترجي عشان تبقى موجود معانا واكيد النادي الاهلي عمره ما هيخذلك يعني اكيد ان شاء الله اكيد مش هيخذلك وكلمني انت لما جيت بقى لما بدات تيجي النادي الاهلي خلاص انت وقعت العقود والترجي وافق لك باعاره وبعت الموافقه على الاتحاد المصري لكره الطايره بدات اول مره بقى تيجي النادي الاهلي حسيت بايه في وجودك في التمرين؟ والله عادي ما انت ما حسيتش بغربه لا خالص بصراحه من اول يوم ما حسيتش بغربه انت اكيد بتلعب قصادهم في المنتخب وفي أيوة النادي ايوه عارف معظم اللاعبين عارفهم وبصراحه معناها حسيت روحي بين عائلتي مش لاعب جاي اجنبي صح هيلعب ويروح صح. ودي اللي اعتمد عليها كابتن ميدو خد بالك كابتن ميدو قال انا عايز لعيب يخش وسط الفرقه ما احسش بيه انت حضرتك قلت كده هو فشكر الحقيقه اللعيبه الحمد لله بتحبه جدا وهو اندمج احنا حبيناه جدا بصراحه حبيناه حتى من طريقه لعبه ومن شكله في الملعب هتلاقيه مثلا يسرق في البناط كده ويقول اوت حماس التمرين لا الحمد لله شكري اندمج والفرقه بتحبه جدا والله واتمنى ان هو يكمل مع النادي الاهلي لانه ان شاء الله اكيد راجل ذو خبره عاليه وفي منتخب تونس وبسم الله ما شاء الله عليه يعني اتمنى ان هو يكمل ان شاء الله باذن الله تبقى معانا خد بالك شكري في المباراه النهائيه بالذات في مصر الجيش انت طلعت اربع كور في الدفاع ما يطلعوش انا عايز اقول لك الكره كانت بتتشاط والله الكره كانت بتتشاط انا ما صدقش ان الكره طلعت يعني انت طلعتها انا ما اعرفش انت ما شاء الله عليك يعني انت عندك ميزه في الاستقبال عاليه جدا انا كلامي صح ولا انا غلطان يا جماعه ولا ايه يعني لا اربع خمس كور طلعهم هو لعيب مركز اربعه عامه بيبقى ليه لازم يبقى استقباله كويس ضربه كويس بلوكه ودفنس هو بيشمل الكلام ده كله وغلطاته قليله جدا فدي ميزه شكري ما حسيتش بقلق شكري في المباراه ما حسيتش بقلق قبل المباراه بليلتها بس ده فاينل ايا كان لو بتلاعب مين لا. لازم في قلق لا. ما حسيتش في ضغط اي نهائي تلقى فيه ضغط فما الضغط الايجابي فما الضغط السلبي يعني لما تكون ضاغط على نفسك اكثر من اللازم مش هتعمل ما تقدرش تعمل حاجه في الماتش صح. يعني في ضغط معين مستوى ضغط معين معناتها لا يطلع فوق ولا ينزل تحت فاهم وبصراحه اللي خليني مطمن شويه للنهائي يعني كي تشوف اللاعبين كيفاش متحمسين بعد الاصابه نتاع قطب فاهم بصراحه تحس فما فريق يعني تنجم يعني تطمنوا صحيح فاهم يعني كي تشوف كيفاش نزلنا معناتها في النهائي وخاصة الدعم معناتها كي تشوف الجمهور فاهم هو جمهور واحد يعطيك شحنة صحيح صحيح
فهم. وده حقيقه، وانا برضو هرجع لك في الحته دي، بس احنا طبعا معانا نجم الفريق احمد قطب، الف مليون سلام عليك والف مليون مبروك في نفس الوقت يا ابو احمد. الله يسلمك الله يبارك فيك ربنا يخليك. انا مش عايز اقول لك انت خلعت قلوب مصر كلها معاك، يعني يعني يمكن احنا طبعا متاكدين انت ترجع احسن من الاول ان شاء الله، ما عندناش شك 1% ان شاء الله ان قطب هيرجع احسن من الاول ان شاء الله. خير ان شاء الله طبعا طبعا، واحنا بنبارك لك على البطوله. وعايز اقول لك ان انت كنت بالارقام بالاحصائيات، واحنا قلنا ده الكلام ده امبارح، انت يعني مسجل 69 نقطه في المباراه، وانت ما لعبتش كل قبل النهائي وما لعبتش النهائي، فاحنا شايفين قد ايه انت كنت مؤثر. فعارفين كويس قوي دورك، ولكن طبعا ان شاء الله انت عندك منعم معانا في الاستوديو اهو كمان قدامك، ورجع الحمد لله احسن من الاول، فان شاء الله ترجع احسن من الاول باذن الله. بس قول لي، تقول ايه لفرقتك بعد المكسب ده؟ لا طبعا انا اقول لفرقتي ان هم يعني هم حاجه كده، انا عارف ان هم رجاله طبعا، انا كويس، انا كنت مبسوط ان انا بلعب معاهم، والحمد لله ان هم قدروا يكسبوا. يعني طبعا هي بتبقى صعبه، هي برضه كان فيها ضغط وكان وسط الجمهور وسط ارضنا، وطبعا الفرقه كلها رجاله، والجهاز الفني والجهاز الطبي شعبوا معانا جدا، والحمد لله ان احنا قدرنا نكسب يعني، ونفرحهم معانا ونفرح الجمهور. وقول لي يا قطب، يعني انت هل قررت لسه ان شاء الله هتعمل عمليه هنا، او هتسافر، او هتقعد؟ يعني برضو الحاجات دي بتبقى اللاعب ليه دور عليه. فيه لعيبه زي ابو العنين في الباسكت قال لك لا انا عايز اعملها هنا، منعم فضل يعملها بره. انت يعني هل يعني الموضوع ده حسمته مع الجهاز الطبي ولا لسه؟ والله لسه، انا بس انا لسه بس محتاج نعمل اشعه ثانيه عشان اتاكد بس الركبه فيها ايه بالظبط، عشان كل حاجه تبقى واضحه، ولسه بقى هشوف انا هسافر او هقعد على بدني، مش عارف والله. اكيد ان شاء الله ربنا يكتب لك الخير، خلي بالك. ويعني كابتن ميدو تحب تقول له حاجه على الهوا كده؟ وكابتن ميدو يعني معانا في الاستوديو طبعا، وعايز يوجه لك كلمه كده. قول له اوجه له ايه؟ اقول له انت السنه دي يعني عملت موسم رائع، اتغيرت تماما 180 درجه ساعه لما جيت المنتخب. من كنت انا عارف كويس قوي قطب كان جاي يمكن من المنتخب شويه مدمر نفسيا، ضغطت عليه باسلوب معين، الولد ولا دقيقه بيتاخرها الحمد لله، بسم الله ما شاء الله عليه، كان رائع في الموسم دوت، كان نقطه تحول كتير قوي في ماتشات، فعلا كان مميز جدا جدا احمد قطب السنه دي، ويستحق كل الاشاده ويستحق كل العنايه من النادي الاهلي. وان شاء الله انا يعني الكابتن عمري جالنا قبل الماتش النهائي يطمن الفريق ويطمني ان النادي الاهلي عمره ما هيسيب، يعني جالنا الصبح في تمرينه الصبح قبل الماتش النهائي، وقال لي عمر النادي الاهلي ما بينسى اولاده، وعمر النادي الاهلي ما هيبخل على اي حد من اولاده باي حاجه، وانا بطمنك ان شاء الله هتلاقي كل رعايه من النادي الاهلي. ربنا يخليك كابتن ميدو، الف مبروك يا كابتن ميدو. مبروك يا حبيبي علينا كلنا ان شاء الله. وخليني اقول لك يا قطب، اكبر دليل ان انت مستواك بقول لك اتقدم هي الارقام والاحصائيات، مستواك بقى في حته ثانيه خالص ما شاء الله. بقول لك لو اذا رب قدر الله ما شاء فعل، بس حالته كنت كملت قبل النهائي والنهائي ايضا كنت لعبته، كنت هتبقى ممكن سكورر للفريق، وكنت ممكن تاخد يعني كاس فردي، ولكن ده قدر الله سبحانه وتعالى. انت لعيب يعني ما شاء الله عليك، كنت طفره كبيره جدا لفرقتك، وهترجع كده باذن الله. الحمد لله والله، ترجع كده ان شاء الله. حاجه جوايا من اول الموسم ان انا يعني اطلع كل حاجه عندي، وطبعا مع الجهاز الفني مع كابتن ميدو مع التمرينات اللي احنا اتمرناها دي كلها، يعني كان الواحد يعني كان حاسس ان هو سواء كان احسن منتخب لنا، انا كنت راجع من المنتخب النفسيه كانت مضبوطه، بس الحمد لله على كل حاجه يعني. وطبعا الفرقه اللي انا بلعب معاها دي كنت عشان زي ما بقول لك كنت مبسوط ان انا بلعب معاها، فكنت بحاول اساعدها باي اساعد معاهم باي طريقه وباكثر جهد، والحمد لله يعني. يعني انت تستاهل كل خير يا ابو حميد، ونطمن عليك وهنتابعك خطوه بخطوه، وهنطمن عليك، واعرف كويس قوي ان احنا حتى كقناه النادي الاهلي يعني تحت امرك في اي حاجه، ودايما قلبا وقالبا معاك، ونفضل جنبك ان شاء الله لغايه ما ترجع للملعب وترجع احسن من الاول باذن الله. طبعا اللاعب احمد قطب، شكرا جزيلا على وجودك معانا، ونتمنى لك السلامه ان شاء الله. شكري، اقول لك على حاجه ارجع لك، انا عندي احساس دايما بامانه، اكلمك بامانه، ان اللعيبه التوانسه بالذات ما عندهمش اي ضغوط، يعني بحس ان لما يبقى في لاعب تونس، يعني لما بلعب تونس منتخبات ولعبناها انديه، ما بحسش ان هم بيتهزوا خالص، يعني عندكم ثبات انفعالي غير طبيعي. الكلام ده صحيح يا كابتن؟ والله لا، هو شكري بيلعب في نادي الترجي وعارف يعني ايه جمهور، وعارف يعني ايه. لا ده مش هو كمان، ده كل يعني التوانسه، بحس حتى في الباسكت لما كان امين موجود كنا نبقى كلنا قاعدين قلقانين وهو مش قلقان.
طب ايه السر؟ انتوا في تونس بتاخدوا شربه ولا ايه ولا بتعملوا؟ لا مش حكايه شربه، اما كما قال لك كابتن ميدو يعني تكون فريق كبير، تمشي فريق كبير يعني تعرف شنو هو الضغط تاع الفرق، تعرف شنو فريق كبير يعني تلعب فريق كبير هك تلعب على الالقاب. صحيح. وضغط الالقاب معروف يعني ما فيش حد حيستناك مثلا تقول له لا سمح الله لو خسرنا دوري ولا افريقيا يعدي هالك يعني. صحيح. نادي كبير هو عايز اول دايما. ايوه يعني تدخل نادي كبير عارف انك تاخذ الالقاب على طول. فالحاجات هذيا معناتها تعودت بها. صحيح. طب قول لي انت في البطوله لما 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 حست ركبتك وجعتك ورحت عملت اشعه وخرجت وبتاع، يعني ده ما خلاكش تخرج بره التركيز شويه؟ ساعات اللعيب لما بيجي له اصابه بيركز مع رجله، بس ده ما حصلش معاك. انت 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 لعبت كويس قوي، يعني احنا كنا قلقانين حتى واحنا في الاستوديو ان الاصابه تاخد من تركيزك. عملت ايه يعني؟ يعني اتصرفت ازاي من اول ما حسيت بوجع في ركبتك وكان معاك دكتور هيثم؟ وصلت ازاي ان انت خلاص قال هنسى ركبتي؟ عملت ايه؟ حاولت اشيلها من دماغي الركبه خالص. خالص حتى لو في وجع تنسى. خاصه في النهائي حاولت قلت لا انا حتى لو في وجع مش هحس مش هعمل. خلي بالك احنا لعبه نط يعني طايره دايما بتنط، فدايما الحمل على الركب. خلي بالك انت كان عندك يعني ضغط برضو، ده فاينل وبرضو الاصابه، انت عايز تبان بمظهر كويس، فده كان الحقيقه عليك ضغط جامد. شكرا. هي ضغط اما الحمد لله كل شيء عدى على خير. وبصراحه دكتور هيثم انتها تعب معايا في اول الاصابه على طول يعني معاه يعني بصراحه ما ينامش حتى بالليل، ما ينامش ينام اخر اخر واحد طبعا اخر واحد بينام. طب قول لي انت تونس اتفرجوا على الماتشات؟ اتفرج. حد كلمك؟ حد بعت لك؟ كلهم كل زمايلك؟ كلهم كلهم على البطوله وهنوني على البطوله. ما قلتلهمش كنت تيجوا ولا ما قلتلهمش تعالوا؟ ما قلتلهمش البطوله جايبه تعالوا ولا قلت يعني لا يعني انا بتكلم بجد يعني هل قلت لهم يعني شاركوا المره الجايه هيبقى يعني؟ لا ان شاء الله هم حيشاركوا، الاكثريه حيشاركوا البطولات الجايين ان شاء الله بيشاركوا فيها ان شاء الله. صحيح. شكري والله انت بجد يعني لاعب فريد من نوعك، لعيب من الطراز. ربنا يخليك. ربنا يوفقك ونتمنى تكون معانا في النادي الاهلي ان شاء الله. امين يا رب. الله يخليك. خلينا اقول يا كابتن ميدو انه الدكتور عمرو علواني قال في اول في القرعه انه هيحاول بشكل كبير ان النادي الاهلي او بطل افريقيا، خلاص احنا بقينا النادي الاهلي دلوقتي رسمي هو بطل افريقيا، انه يشارك في الجلوبال تشامبيونشيب عشان ممثل عن بطوله افريقيا عن قاره افريقيا. الكلام ده على ارض الواقع ممكن تطبيقه يا كابتن ولا صعب؟ ممكن بخلال اتصالات الدكتور عمرو طبعا بالاتحاد الدولي ممكن جدا ناخد وايلد كارد ونشارك. تعرف ان في اربع شروط يا كابتن لازم توفرهم عشان نشارك ولا ما تعرفش؟ لا لا اربع شروط. اول شرط موافقه الدوله المنظمه. ثاني شرط وجود عدد معين من المحترفين. ثالث شرط فلوس معينه تدفع. لا انت بتتكلم عن ان احنا ننظم؟ لا نحن نروح. احنا نروح. طيب. نحن نروح. فهو دي الاربع خمس شروط المطلوبه. ودكتور عمرو الحقيقه قال ان النادي الوحيد اللي يقدر يعمل ده هو النادي الاهلي. تحب تشارك في حاجه زي كده يا كابتن ميدو؟ طبعا خبره كبيره جدا وحاجه جميله جدا ان احنا نشارك نبقى متواجدين في محفل عالمي زي دوت، طبعا حاجه مهمه جدا. انا متوقع ان احنا حتى ان شاء الله لو رحنا مع معسكر مع دعم مع حاجه احنا ممكن نعمل مفاجاه. والله الحمد لله انا يعني النادي الاهلي يمتلك مجموعه من اللاعبين محترمين جدا وعندهم من الخبرات، وزي ما قلت لك انا يعني يمكن في ناس كتير انا لعبت في دماغ ناس كتير جدا من غير ما هم يعرفوا يعني احتراف، ومنهم كان احمد قطب. يعني انت لما تدي هتاخد مليون في الميه ويمكن تاخد بزياده. صحيح. لان دلوقتي بقى الاحتراف وعقود فلازم الناس تغير من دماغها. هو ده اللي انا حطيته يمكن في دماغ احمد، يعني احمد سعيد، محمد عادل، عبد الحليم عبو، يعني بسم الله ما شاء الله عليه عارف الكلام ده من بدري. كل ما يدي كل ما هياخد. فالناس دي كلها لعبت في دماغهم قبل ما العب فولي، قبل ما اعمل اي حاجه. فهي دي كانت دماغ، غيرت المينتاليتي بتاعت الفكر اللعيب عشان فكرة. لما ينزل الملعب يتقبل. ده كان هدفي الاول. ده كان هدفي الاول ان انا اغير. يعني زي ما قلت لك احمد قطب يعني السنه دي تغير 180 درجه. صحيح. تغير 180. واحمد سعيد تغير 180 درجه 360 درجه. احمد سعيد كمان عنده طموح. احمد سعيد عنده طموح ان هو يبقى احسن من كده بكتير. واديك شفت الحمد لله. الحمد لله احنا كنا توقعنا له يعني لا. وهقول لحضرتك حاجه، انا من السنه اللي فاتت من ماتش من بطوله تونس وانا شايف احمد سعيد هيبقى في حته ثانيه. انا بكلمك بامانه. وانا نزل في ماتش كان ماتش النجم وغيره. لا ماتش بوريك قبل النهائي. بوريك الله ينور عليك. انا فاكر ان في ماتش نزلوا هناك كان ماتش بيتصاب برضه هناك. الله ينور عليك. وعمل وغير الماتش. تمام. بس حضرتك بامانه الولد مجتهد، بس حضرتك ساعدته
يعني تغييرته من مركز 2 لمركز 4. هي مش كده، هي هو كان في المنتخب 2015 تقريبا محمد كان بيلعب، كان بيلعب معاه في المنتخب. الراجل الايطالي هو اللي كان اول واحد شاف، كان لعب مش كنتوا منتخب كشباب ولا كبير؟ لا كبير كبير، كان اول مره يدخل المنتخب. لعبوا شويه في مركز 4. احنا لعبنا يعني لعبت قوي عليه ان هو يستقبل كتير، وهو الحمد لله الولد ده اتطور جدا 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 فوق صار. بس اتطور كمان، اقول لك في حاجه يا كابتن، اتطور من الضرب الخلفي بصراحه، يعني ما شاء الله تمام بسرعه. الموجه الثالثه عنده ان هو بيجي من ورا طاير. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. تشود دي يعني لا والله ابدا، ده انا بقول تشود والله، ده بالعكس، ده انا سعيد، ده انا اكتر واحد فرحان بالاداء ده. صحيح. انه احمد سعيد، احنا عندنا موجه اولى كويسه وموجه ثانيه كويسه. الكلام ده ما بيجيش من بين يوم وليله، بيجي بتعب وجد وتدريبات كتير جدا، و المهم ان اللعيب نفسه يصدق كمان انه يقدر. تمام. وعلى فكره مش مجهود انا، ده مجهود الجهاز كله. صحيح. الجهاز كله يعني. صحيح. انا مش عايز انسى حد، دكتور حسن، وزينة، تامر، جمعه، زكريا، ايمن، كله الحمد لله كان بيشتغل باخلاص قبل اي حاجه. صحيح. كله كان كانت النتيجه الحمد لله كويسه، وما زلنا ان شاء الله في الطريق. صحيح. ان شاء الله. طب منعم قول لي، احنا عندنا ماتش بعد بكره ان شاء الله، مستعدين له كويس؟ قفلنا صفحه افريقيا بقى خلاص، ولا يعني طمنا على الفرقه وقول لنا احنا جاهزين، انتوا في لعيبه كبار، واحنا خدنا الدوري وقفلناه ورحنا بولندا ورجعنا خدنا بطوله افريقيا، انتوا تعرفوا كويس قوي كنترول يعني الفرحه، وحتى انتوا ما بلغتوش في الفرحه قوي بعد بطوله افريقيا، هتتعاملوا ازاي مع مباراه بعد بكره؟ والله الاول حاجه طبعا بنهني الجماهير والاداره كله بالبطوله، والماتش طبعا يوم الاثنين ده طبعا 4 ايام من يوم الخميس، طبعا بالمنطق ما ينفعش. صحيح. يعني عشان نتكلم في رياضه او عشان اصابات او في حاجه او عشان المنتخب يبقى في لعيبه تروح له كويسه، ما ينفعش الضغط ده اول حاجه نتكلم. صحيح. طبعا انا بناشد الاتحاد المصري، انا كلاعب وموجود في المنتخب او في النادي الاهلي، انا بقول الكلام ده طبعا تريح يعني غلط عشان المنتخب كمان، مش غلط عشان النادي الاهلي او نادي الزمالك او الكلام ده، فانا بقول لهم ده غلط ولازم يعيدوا حساباتهم او ما يحصلش كده تاني. ان السنه اللي فاتت احنا بعد ما رجعنا من تونس كان في 6 ايام، احنا قلنا قليل، احنا بطل افريقيا في تونس، بنلعب الترجي، بنلعب النجم، بنلعب طلائع الجيش، وجينا لعبنا طلائع الجيش، وغير كنا احنا بس الممثل الوحيد من مصر، كان عندنا اصابات، فلازم مصاب مش انا عشان مصاب، الريكفري كمان يعني بعد قمه في نزول وفي تروح تاني، فطبعا لازم الاتحاد يعني يخلي باله من الكلام ده، ان دي بعد كده هتعود على المنتخب بالسلب مش بالايجاب يعني. بس انتوا قدها. طبعا 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 يعني، حتى لو لعبنا النهارده كنا هنلعب وهنأدي طبعا، واللعيبه رجاله، وده هيجي معاكم ان شاء الله يعني. لا احنا اول ما هننزل ان شاء الله بكره التمرين ما فيش اي حاجه، باذن الله عارف، وهنستعد للماتشات ان شاء الله ونركز ان شاء الله نخلص الزمالك، المباراه بعد بكره وبعد كده المفروض الفاينل اذا ربنا كرمنا يوم الاربعاء ان شاء الله تعالى، الفاينل بيبقى بعديها بيومين برضو، يوم الاربعاء الاثنين ولا يومين برضو، الدنيا مضغوطه بس خلاص بتهيألي ان شاء الله ايا كان الموسم هيخلص ناخد انفاسنا، تبتدي انت بقى برضو تاخد وقتك بقى خالص، تكمل اديت دورك الحمد لله تمام، ووقفت جنب فرقتك. شايف الفتره اللي جايه انت محتاج اكتر حاجه ايه؟ اكتر حاجه يعني بعد الموسم ما ينتهي اكتر حاجه انت محتاجها تعملها منها؟ طب من هو يعني هو لازم يريح يعني، هو الفكره كلها قبل الكابتن ميدو قال من شويه ان انا كنت المفروض اخد راحه من الدكتور بتاع المانيا، قال لي شهر 6 اسابيع واخد دواء، وطلبت منه ان انا راحه سلبيه ولا راحه تعمل حاجه؟ ما فيش فولي خالص يعني، ممكن يكون في تأويات. تأويات او حاجه تأويات. بس نط وجري والكلام ده كان ممنوع خالص، فاتكلمت معاه وقال لي لو لعبت هتخلي الفتره الدواء 3 شهور وتريح بعد الشهر ونص اللي انت هتلعبهم بتاع بطوله افريقيا والكاس، تريح شهر ونص تاني بعدها يعني، طول فتره الدواء وبعد كده خد الراحه بعد بطوله افريقيا والكاس. كويس. فطلبت منه مرونه من الدكتور معاك؟ هو مش مرونه طبعا، هو بالنسبه له عايز راحه، هو عايز راحه بس انا رخمت عليه وقلت له عايز اكون متواجد وبتاع، وطلبت من كابتن ميدو وانا ما اقدرش اتاخر على كابتن ميدو في حاجه، فقلت لهم خلاص، قالوا لي خلاص يعني. انت عايز تفهمني انت اللعيبه بتحب كابتن ميدو يعني؟ طبعا. عايز تفهمني كده؟ مفيش يعني، مش احنا بس اللي بنحبه؟ لا طبعا، ده كل الناس بتحبه. ده من اهم حاجه معناتها للنجاح، انه الجهاز واللاعبين يعني متفاهمين يعني. بيعاملنا كابتن ميدو بصراحه يعني اخونا الكبير يعني، مش مدير فني يعني اعمل كذا وكذا ويروح على نفسه، لا بيهزر معنا، بيجي يتكلم معك، العلاقه هي اللي تخلي النجاح يمشي، العلاقه بين الجهاز واللاعبين هي اللي تخلي فما نجاح. صحيح. يعني فما حاجه، فما القاب، فهم يعني لو تكون العلاقه اقول لك على حاجه متوتره
السنه اللي فاتت يمكن انت ما كنتش معاهم، فاكر يا كابتن نهايه الدوري خسرنا من نادي طلائع الجيش وخسرنا الدوري وما فيش تاني يوم مسافرين افريقيا. كابتن محمد مصالح ميدو طلع معايا قال انا بتحمل المسؤوليه كامله، اللعيبه قدوا اللي عليهم، انا سبب الخساره. فاكر يا كابتن؟ تمام طبعا فاكر. والموضوع ده كان ليه رد فعل كبير جدا على اللعيبه، ان هو عارف المدير الفني واقف في الصف الاول وبيقول يا جماعه انا متحمل المسؤوليه، واللي بيقوله في وشكم بيقوله في ظهره، اللعيبه عملت اللي عليها انا اللي متحمل المسؤوليه. فخلينا اقول الكلام انت بتقوله ده فعلا، شوف انا كنت عايز اسمعه منك لان انت برضو وافد جديد على الفرقه، يمكن كابتن ميدو اللعيبه دي مربيها وفي لعيبه كمان حضروا وشافوه بيلعب. فالحقيقه لما تطلع شهاده منك دي، لا دي شهاده يعني تتحط برواز وتتحط في مكانها. لا دي الحقيقه ولا بصراحه يعني دي هي يعني هو الحقيقة. شكري كان المفروض ياخد حقنه في ركبته بعد الاصابه. جالي وقال لي انا مش عايز اخد، قلت له خلاص براحتك، دي نفسيا لازم اللعيب نفسيا يرتاح عشان خاطر يدي. صحيح. وكان هو ارتاح نفسيا جدا، قلت له بلاش تاخد. فبسم الله ما شاء الله لعب وقد لعب ما شاء الله. بالنسبه بقى لعلاقه يعني انا عندي عبد الله لعب معايا، عبد الله عبد السلام، فده اخ وصديق. عبد اللطيف منعم عوض لعبت ضدك حبيبي يعني دول بعتبرهم اصحاب اخواتك، وفي ناس ثانيين اخوات انا اخوهم الكبير، في ناس دلوقتي بقوا اولادي زي يوسف حمدي الصافي وزي عبد الرحمن. انا عندي بنتي وعندي ابني قدهم هما الاثنين. صحيح. فالحمد لله رب العالمين في علاقه طيبه جدا بيني وبينهم، حتى استمر كده سواء كنت موجود مش موجود، العلاقه دي انا بحترمها جدا وهم بيحترموها جدا وانا بقدرهم جدا. وزي ما قلت لك انا راهنت على اللعيبه وراهنت على دعم مجلس الاداره، الحمد لله كانت النتيجه كويسه جدا. وكان نتيجتها كمان ان الكابتن محمود الخطيب اتصل بيا بعد الماتش وهناني. اتصل بيك كابتن محمود الخطيب؟ طبعا من الامارات، ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله. اتصل بيا وهناني وقال للفرقه يعني هناهم على المكسب وطالبهم بالمزيد. طبعا محمود الخطيب ده هو قال لك البطوله تخلص النهارده بقت ماضي. بالظبط يعني لسه يبقى نفكر في الجديد. وعلى فكره هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، انت عايز بطوله لبطوله من بطوله لبطوله. هو ده اللي انا برضو بربيه في اللعيبه الصغيره، ما تشبعش بطولات، حتى الاولاد الصغيرين اللي انا يعني الناشئين بحاول نعمل فيهم كده ان شاء الله ونربي فيهم ده. صحيح. طيب احنا معانا برضو الاستاذ محمد الضماطي نائب رئيس اللجنه العليا المنظمه عضو مجلس اداره النادي الاهلي. اهلا بيك يا فندم. ازيك هيثم، مبارك ايه؟ الف مليون مبروك على البطوله، الف مليون مبروك على التنظيم. الحقيقه بنشكركم من هنا لاخر الدنيا على حسن التنظيم، وان انتوا ما شاء الله كنتوا قدر المسؤوليه يا فندم. مبروك علينا كلنا ومتشكر جدا. وده النادي الاهلي دايما التنظيم بيبقى لازم يكون رائع ولازم يكون على النادي الاهلي. بنقول مبروك لكابتن ميدو مصالحي ومنعم وشكري وهيثم والمجموعه اللي معاك كلها، ورفعتوا راسنا وموسم رائع وان شاء الله يكمل بقى كاس مصر باذن الله. طب بقول لحضرتك يا فندم، من اول ما يعني مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب وضع المسؤوليه في حضرتك والاستاذ محمد الجرحي، يعني ابتديتوا ازاي؟ شفتوا الموضوع ازاي؟ لان الموضوع معلش كان اربع بطولات او خمس بطولات برضه مسؤوليه كبيره، ابتديتوا الموضوع ازاي؟ احنا لسه ما خلصناش، احنا لسه في منتصف ما انا عارف بس الجواب بيبان من عنوانه يا فندم، الجواب بيبان من عنوانه. لا طبعا زي ما بقول لك احنا عندنا في النادي الاهلي الخبرات الموجوده كلها، طبعا كابتن روح عبد القادر مدير البطوله هو راجل عنده خبرات عظيمه في الموضوع ده، وشكلنا اللجان بناء على الخيارات اللي تمت يعني اخر بطوله الاهلي نظمها كانت في تطبيق السله، وبدانا نشتغل عليها وعملنا اجتماعات، كنا بنعمل اجتماعات تقريبا اسبوعين مرتين وثلاثه، واشتغلنا على التسويق بتاع البطوله، خد مننا وقت برضه كتير لان زي ما انت بتشايف كانت البطولات ليها اهتمام اعلامي كتير. فلا الحمد لله اشتغلنا عليها بشكل كويس، وساعدنا زي ما بقول لك الخبرات اللي موجوده كابتن روح عبد القادر والدكتور ياسر مصير والمجموعات كلها والرؤساء اللي كانت كلها ناس عندها خبره كبيره ساعدتنا في اول تجربه لينا انا والكابتن. طب يعني حضرتك انا كنت يعني بسال برضو يعني هل مجلس اداره النادي الاهلي وحضرتك طبعا يعني عضو فيه وعضو مؤثر ممكن نشوف بطولات زي دي تاني؟ ممكن النادي الاهلي يسعى من جديد لاستضافه بطولات افريقيه وممكن بطولات عالم ايضا؟ اتمنى ذلك. انا لسه كنت مع دكتور عمرو عدواني بعد البطوله قلت له ان شاء الله بقى احنا عايزينها كل سنه عندنا باذن الله، لان بتدي فرصه كبيره ان احنا نزود رصيدنا في البطولات الافريقيه وبتدي فرصه للمشاهده احسن للعيبه بتاعتنا، وان شاء الله يبقى دايما حريصين ان احنا ناخد بطولات كبيره كلها تنظيميا عندنا في النادي الاهلي. طب انا اسال حضرتك سؤال، في حاله تاهل النادي الاهلي لبطوله الجلوبال شامبيون شيب او بطوله العالم للانديه
كمجلس اداره يعني هيكون موقفكم ايه؟ يعني لو النادي الاهلي استطاع او طلب طلبات من مجلس الاداره عشان النادي الاهلي يقدر يشارك في بطوله العالم للانديه، هل ممكن نلبي الطلبات دي ونروح ان شاء الله وما نقلقش؟ ده شغل بقى نشاط رياضي طبعا ومع كابتن محمد صلحي، ويتعرض علينا كمجلس اداره. احنا كمجلس طبعا ما اعتقدش ان في اي حد ممكن يبخل ان النادي الاهلي يكون موجود في بطوله هامه زي البطوله دي، فاعتقد ان شاء الله يعني دي شغلتنا كمجلس اداره، احنا نستقبل طلبات النشاط الرياضي ونبحثها، ودايما حابين النادي الاهلي يبقى موجود في اي مباراه عالميه. بس قول لي حضرتك يعني انت لعيب فولي بول كويس، شفنا الماتش اللي اتلعب بعد ال احنا مش لعيب لا احنا ده احنا بنعرف المباراه اللي هتتلعب بعد المباراه، يعني النادي الاهلي خلص مباراه المجموعه واعضاء مجلس الاداره اللي كانوا موجودين وكابتن رؤوف عبد القادر وكابتن خالد ابو زينه نزلوا عملوا ماتش، احنا بنعرف كنا عملنا استوديو تحليل يا استاذ محمد ولا ايه؟ اللي كويس انتوا ما عملتوش لا ده كان في شو ده على ده انتوا حتى ما ارتبطتوش بعدد اللعيبه، يعني كان في نص الملعب في بتاع حوالي 15 لعيب. احنا نعمل اللي احنا عايزينه بقى ملعب طبعا وبعد النجاح التنظيم ده، لا الحقيقه يعني لازم تعملوا اللي انتوا عايزينه الحقيقه، لانه النجاح كبير وواجهه مشرفه حضرتك للنادي الاهلي، وبنشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا استاذ. اتفضل يا فندم، اتفضل، عايز اسمع حضرتك. ونتمنى بقى باذن الله التوفيق ليهم باذن الله في الماتش عندنا بعد بكره، ماتش الزمالك ان شاء الله دور قبل النهايه، عايزين بقى نختم بالكاس باذن الله عشان يبقى خدنا ثلاثيه السنه دي باذن الله ان شاء الله. واكيد برضو احنا قناه النادي الاهلي هنكون مع حضراتكم وهنتابع لحظه بلحظه كل يعني اللي بيدور جوه النادي الاهلي جوه الالعاب الصالات، وان شاء الله نكون يعني دائما ابدا ملوك الصالات يا فندم. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد الضماطي، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس ونائب رئيس اللجنه العليا المنظمه، الحقيقه مجهود مشرف، نشكر حضراتكم باين عليكم حتى الاجهاد الحقيقه، لان اي يعني اي فرد جوه النادي الاهلي بيقوم بدوره بما يجب، وكان مسؤوليه كبيره يعني ملقاه على عاتق طبعا مهندس محمد الجرحي او الاستاذ محمد الجرحي والاستاذ محمد الضماطي، وهم كانوا على قد المسؤوليه بشكل كبير. يمكن دكتور يعني اجي لك في حته مهمه جدا، حته متابعه الاصابه، يعني انت ممكن يكون في لعيب عندك من السنه اللي فاتت عنده اصابه تراكميه، ممكن يكون عنده شكوى في كتفه، شكوى في ايده، هل انت عامل فايل لكل لاعب مثلا متابع في حالته محتاج ايه، محتاج بتوقيتاتها ايه، ولا بتتعامل مع الحاله يعني ساعات ما تحصل، بتتعامل مع كده ازاي؟ هو في طبعا بيبقى النوعين موجودين، في طبعا بيبقى في اصابات مزمنه لاكتر من لعيب، دول بيبقوا محتاجين برضو يعني لو مش متابعه يوميه على الاقل متابعه اسبوعيه مرتين ثلاثه. بلس طبعا ان هو لو في اصابات اكيوت او لسه حاصله دي بتبقى ليها بروتوكول تاني برضو كشغل. صحيح. لكن طبعا هو اي اصابه مزمنه مش بنهتم بيها الله لا يقدر بيبقى ليها عواقب اللعيب مش بيقدر يكمل عليه. صحيح. فلو ما فيش اللي هو على طول دايما اهتمام بالاصابه، تمارين معينه، جلسات معينه. نعم. فاكيد الموضوع مش هيبقى. طب قول يا دكتور انت اكيد يعني معاك اجهزتك طبعا النادي الاهلي موفرها لك وعيني بتشيلها في كل حته رايح بيها في الموضوع ده طبعا والمعاناه، يعني شايف محتاج اجهزه جديد، في حاجات جديده يعني بدات تظهر، هل انت محتاجها؟ في لينك بينك وبين اللجنه الطبيه في النادي الاهلي بحيث ان ممكن يعني يبروفايد الفرقه باجهزه جديده، ولا الموضوع ده مش بتاعك او مش بايدك؟ لا هو طبعا يعني احنا كل سنه بنقدم طلب يعني في الغالب بعد انتهاء او قبل انتهاء السيزون بحاجه بسيطه ان احنا نعمل ابديت للحاجات اللي موجوده في الجهاز اللي معانا، يعني هو ما شاء الله جهاز كويس جدا يعني، وبرده قدمنا طلب السنه دي يعني بامر الله ان احنا يعني يضاف لنا جهازين كمان. زي ايه مثلا دكتور؟ ايه الجديد؟ يعني في الغالب بيبقى اجهزه الليزر المتنقله او البورتابل بالظبط، وكمان الالترا ساوند. الالترا ساوند يعني هما الاثنين طبعا لا غنى عنهم لاي فريق، حاجات بقى بتبقى يعني فيرجن احدث، امكانيات اعلى، وطبعا النادي بيوفر لنا على طول ما شاء الله. اكيد الحته دي مهمه جدا ان ثروه النادي هي لعيبته. بالظبط، ودي الحقيقه الثروه الحقيقيه اللي المفروض النادي بيتاكد عليها، لان انا بقول ليه الكلام ده لان الناس متخيله ان النادي الاهلي متعاقد بس مع جهات، لا جوه النادي الاهلي في اجهزته وفي الجهاز الطبي بتاعه وفي عياده طبيه متكامله جدا طبعا. ما هو ده اللي الناس كان لازم تفهمه، انا بسال حضرتك الاسئله دي عشان الناس تبقى عارفه بقى. لا طبعا كل يعني وفي الغالب معظم الفرق اللي بتاعت العاب الصالات واعتقد بقيه الفرق بيبقى فيها يعني الاجهزه اللي في السفريات في معسكرات لازم بتوفر كمان صحيح. بتوفر كتير يعني انت بدل ما تروح بره وفلوس ومجهود وكل حاجه اللاعب لما ياخد اللعيب يرجع اسرع. عايز اقول لك النادي الاهلي غير اي حاجه، بسم الله موفر كل حاجه
اللجنه الطبيه موفره كل حاجه الحمد لله وما بتبخلش علينا باي حاجه يعني. صحيح الحمد لله. طب شكري انت الفتره اللي جايه ان شاء الله يعني اربع ايام هنخلص عندك ايه بعد كده؟ ايه البلان بتاعتك هتجوز. ان شاء الله؟ ليه؟ ليه يا كابتن؟ هتجوز. هتجوز؟ ان شاء الله. ما شاء الله. طيب يعني هترجع تتجوز على طول ولا عندك فتره؟ لا عندي فتره ان شاء الله شهر 10 اتجوز ان شاء الله. تتجوز شهر 10؟ طب اتفضل شويه عشان لو عندنا بطوله ولا حاجه. شكرا ما نقطعش على بعض ولا ايه؟ ولا خلاص بعد الجواز اتحدد؟ لا بعد الجواز ان شاء الله. ان شاء الله الف مبروك. الله يخليك. طبعا بس نزلنا الصور كده بس واحنا هننزلها عندنا في قناتنا ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا نورتيني وشرفتيني الحقيقه. الله يخليك والحمد لله يا ربي اللي معناتها التعب ما مشاش يعني بالفاضي. ان شاء الله يا ربي نكمل ونضيف الكاس ويتعدى موسم ناجح 100%. وبصراحه كلمه كبيره نحب نقولها الجمهور قول لهم بصراحه برافو يعني شابو. وصلت وصلت نعرف شويه فرنساوي شويه. ايوه بالظبط اللي كانوا واقفين معنا معناتها من اول الدوره لاخر الدوره اللي بصراحه يعني في اي لعبه يعني الجمهور عنده دور كبير. صحيح. في اللعبه فهم يعني عارف مباريات يعني الجمهور هو اللي يعني المباريات هو اللي يخلي الفريق نتاعو يفوز. فهم. فبصراحه جمهور كبير والحمد لله يا ربي اللي جاني الشرف واني لعبت في نادي الاهلي. اكيد وهو هم الجمهور حاسس بيك وبيحبك واكيد انت شايف حتى في السوشيال ميديا وتفاعل الناس معاك. نورتيني وشرفتني انت لاعب من الطراز الاول ويعيشك. الله يخليك. دكتور هيثم نورتيني وشرفتني. ربنا يخليك يعني ومزيد من التوفيق. بس انا بشويه يا دكتور انت تعبان. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمك. كابتن ميدو مكمل معايا ان شاء الله الفقره اللي جايه. كابتن كابتن ميدو معلش مش مكمل معايا يعني استقبل الزملاء الباقيين. منعم نورتيني وشرفتني. ربنا يخليك يا كابتن هيثم والحمد لله على سلامتك ونورت الملعب ونورت مصر كلها. ربنا يخليك. شكرا دكتور. اعزائي المشاهدين هيطلع فاصل قصير هيستقبل طبعا مجموعه جديده طبعا من اللاعبين والجهاز. بس طبعا احنا مكملين معاكم وعادتنا وكتقليدنا بنيجي في اخر الحلقه نتجمع كلنا وناخد صورنا التذكاريه وتطورتنا اللي بنقطعها طبعا مع الفريق. انتظرونا ما تروحوش بعيد فاصل جوه وارجع لحضراتكم.